موجودين في عين مسير، كيقولوا عين مسير نحكيو من اجمل الشواطئ اللي عندنا في تونس. كلاسمون نحكيو على تروزيام كاتريام مونديال، حاجه مزيانه برشا. نتعرف عليك كل شيء، منين جيتو؟ وادي الليل. وادي الليل، وادي الليل، ولد حومتي. ولد حومه، علاش اخترت لهم عين مسير على برشا شواطئ عندنا خيين ومزيانين برشا في ولايه بنزرت كما نعرف فيها عديد من الشواطئ المزيانه، علاش اخترت لهم خصيصا عين مسير؟ خويا نحبوها بلاصه بيها مزيانه برشا، فيها تشوف فيها عالميه، ونجو نعدوها شويه ساعات نصبحوا لهنا كل مره كيفاه. هنا هذا صار يوروا على الربيع، اما بلاصه مزيانه ما شاء الله. شنو الحاجه جبدتك لها؟ هاك تشوف انت ما شاء الله جبل لك، تشوف الفيو محليه من هنا، كل شيء ما شاء الله. نشوف فيك من زيد الفوق، من زيد ما هبطش اللوتز. ما هبطش. من بعد باش نعمل مغادي، ما تو شويه باش نعمل شويه تنقيز مغادي. واذا رقيت مين تنجم تعوم اللوتا؟ يعني حسب ما نشوف فما سيطره كليه اليوم للشواطئ في تونس، سيطره كبيره برشا، ما عادش فما شاطئ عمومي اليوم، حسب ما نشوف في شاطئ خاص باش تهبط اوبليجي عليك لازم باراسول، اوبليجي عليك لازم تكونسومي، تلقى روحك ضحك ولعب صرفت برشا فلوس يعني. لا لا كيما تنجم تصرف 10000، كيما تنجم تصرف 50000، سهله برشا. تصرف 10000 تنجم شنو باراسول راس مالها 15000، يتخلصها وفطورك ودنيتك ناخذوا على بر. الباراسول ناخذوه ب 15000 يا مان. والله فما 30000 تصرفهم. اسمعني اسمعني فما 30000 اقل حاجه. قسما بالله يكذب عليك، خذيناه ب 10000 باراسول في رفراف، خذيناه ب 10000. سوني لهنا ما خذيناش باراسول، جينا في الليل وقتها. اي في رفراف ب 10000، نجوا لهنا ناخذوا حتى ب 5000 عاد. راهو امور استحبيه، راهو مش معناتها امور قوه ولا حاجه. ناخذوها والله ناخذوها ب 10000. والله ناخذها تو تهبط معايا تهبط تصور تو ناخذها ب 5000 تو، راهو امور استحبيه راهو ولا حاجه. انا نقول لك شنو تقول راهو حلو يعني يا ودي بلغه الكل. انتوا اخترتوا على شيء ما تبعتوش على السخانة، وشفنا درجات اليوم درجات مرتفعه برشا، بعتوا شوي على السخانة يعني. وحبيت خدمه ديريكت جينا انا كمان خدمة كورة سوا بلا كرة بشير تشد لي شي القاع يعني الشيخ بتاعي يا كاو هاك الشيخ هاك بالخلعة واحد وقال لي بعد تعلموك بعد علينا قال لك فما شرب وفما خمر لا يجوز هذا الكل يا كاو جينا نسلو شوية بيا بحر مزيان خويا كان نزيدو يتلهو بيا شوية أكثر. عليك منين جي؟ والله يا خويا رفرافي. رفرافي يعني ما تكيدكش تنقيز هذا لعب ذري. والله عندي الفوبيا ما نقصش فيها برشا، فهمتني؟ مره غرقت في البحر كاو كرات لعوم كرات البحر. رفرافي ما تغرقش، نقولوا رفرافي نقولوا حوت. ملي صغير موجه غلبتني، الموجه غرقتني. قعدت لك الفوبيا. جمله حتى على البحر. نقص نقص مش ما نقصش. اي رجعت تعوم عادي معناتها. نعومش ما نعومش، اما هكايا ما نحبش ما نعومش هكايا، تو نعوم تو نعوم فهميك نعوم، اما العيالي ما نقصش فهمتني نعوم تو قول سير. صراحة اش تنصح صغيرات تو يتفرجوا اوكي، نشوف حركات خطيرة برشا يعملوا فيها، اش تنصحهم يعني يتبعوا اوكي ولا ما يتبعش؟ اللي ما يعرفش يعوم واللي ما جاي من البعيد مثلا ما يقمرش، هاو صحاج بالكلمة برافو ما يقمرش كل شيء معناتها ما اللي يعرف اللي يعرف مثلا يوم ما نجيب لك انا اصحابي من البلاد كل شيء طياره في العمان في تنقيس طياره كي ناقص من تحب انت احكي من كل لي من كل بلاصه احكي لي انت كيفاش غرقت وقتاش غرقت وكيفاش غرقت؟ والله انا غرقت في هذيك البلاصه الاخرى ما هذيك هويه دنيا هويه ماشي نعوم على روحي فهمتني حصير دخلت داخل دخلت كي جيت خارج تعبت في العمان والموجه والبحر دخل داخل تعبت شويه هيك هو
تخويت عليك تخويت عليا حسيت ما خرجتش ما خرجتش الا بالروح وقتها وقتها قعدت لي كيفو بيه في البحر هكا وانا عندي هكاك اللي ضيق شويه من ضيق نفاس فهمتني هيك نو مش منعوم مش ماذا بيا نجنب البحر نجنب هكا وانا شنو الشباب كيما هكا منتاليتي صغيره عوموا معناتها مغرومين ما خصش الناس المغرومه عوموا نصحهم نعوموا عوموا ما تخاطروش ما يعرفش ما نصحوش معناتها بشويه بشويه تدريجيا 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 شوف فيك تلميتوا الناس الكل هنا غزرتوا غزرتوا ما نقصش عليه لازم واحد بقلبه صاحبي لازم واحد قلبه عوام معناتها عنده ما يقول في روحه معناتها مش اللي يجي باش يترمى لازم تكنيك معين يعني لازم تكنيك معين معناتها يوصل ما يقشر مش اللي يجي باش وانت عندك منه التكنيك هذا ولا لا صاحبي ما عنديش منه نخاف نخاف على روحي الروح ما فيهاش الروح ما فيهاش صاحبي الروح عزيز باهي منين جايين من القلعة من القلعة من القلعة ما تكون عندك سمعت ودا بحر تفتح صاحبي ما نقمرش الريسك ليه صاحبي نقز مغادي عادي اما من هنا ما نعرفش غرق ماء و مش فاهم البلاصه ما تريسك مانيش فاهمها ما نريسكيش فيها صاحبنا هذا بقلبه هذا انت شو اجي شويه برك باكي نحكي معاك في الكواليس قلت لي صغير انا اللي علمت انا اللي علمت هو قالوا هيك انت اللي علمت هذا اللي علمت نعلمه من نقزه كيف خرج اجيال يعني في مرتين ملا سميت عليكم انتم في التنقيس اه ياك او هذايا وهذا وشجعنا